تنديدا بالمجازر التي ارتكبها الطيران الروسي في المنطقة العازلة شمال غرب سوريا ضد المدنيين وبهيئة تحرير الشام الإرهابية وزعيمها المدعو أبو محمد الجولاني، تظاهر مئات الأهالي بريف إدلب الشرقي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المتظاهرون الذين خرجوا في مدينة سراقب شرق إدلب رددوا شعارات تطالب بإسقاط الجولاني وطالبوا بخروج هيئة تحرير الشام الإرهابية من كامل محافظة إدلب، وذلك عقب انحسار المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة والهيئة مقابل تقدم كبير لقوات النظام بدعم الروسي في الآونة الأخيرة. ميدانيا يسود هدوء نسبي حذر أرجاء المنطقة العازلة شمال غرب سوريا مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثالث، في حين تسقط قذائف صاروخية بين الحين والآخر من منطقة الأخرى تهدد باستئناف التصعيد مجددا. الهدوء النسبي تخلله خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لوقف إطلاق النار قصف صاروخي ومدفعي تعرضت له عدة مناطق بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حما الشمالي والشمالي الغربي، كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مناطق في كل من الكندا ومرعند بريف جسر الشغور الغربي بالتزامن مع قصف استهدف محاور كبانة والخضرة بريف اللاذقية الشمالي. ومع استمرار الخروقات من قبل قوات النظام السوري وامتناع الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية عن تأكيد التزامها بوقف إطلاق النار، تبقى المنطقة العازلة مهددة بسقوط المزيد من الخسائر البشرية التي بلغ عددها منذ أواخر أبريل نيسان الماضي نحو 4110 أشخاص بينهم نحو 500 من النساء والأطفال.